عرفتوا يا البنات 19 دا بيوتي اللي متبعين ضربه ضربه على الجوطيه طراح كامله ملي تقولوا ما عندكمش الزطاطا شوفوا كيفاش دايرين ديال الطين تحطي فيهم تاكلي فيهم ولا تخليهم مع الديكور توقفهم في شي بلاصه مهم فواطا قولي انت فواطا تبعك حتى في السفر ديالك سلام البنات كنتمنى تكونوا مزيان انا رشيده انا مريم كملي على انا رشيده بغيت ناخذ لرشيده القناه ونولي انا رشيده بيوتي وهي غتولي مريم المهم انا مريم صاحبتي رشيده اللي جات لعندي مرحبا بها وهنا خطي عليا وجات لعندي المهم وكبرات بيا الله يكبر بيها وشكرا لكم حتى نتوما راه تكونوا تفرجتوا في العرس ديالي فاش كانت جات عندي في العرس راه من العرس نيت ما جات لعندي واخا درت اسبوع من بعد ما ولدت ما جات لعندي فاش ولدت ولكن هي جات عندي من بعد الولاده ايوا شكرا لكم بزاف انا بديت لكم دابا الفيديو ديال رشيده بديت لكم المقدمه واخا راه الفيديو بديناه بالنهار ولكن التصوير بديناه بالنهار ولكن المقدمه درناها بالليل حيت يلاه جلسنا على داكشي المهم درنا الخاتمه في المقدمه غتكون غالبا في الاخر ديال الفيديو هادشي اللي بان ليا ايوا كنتمنى لكم يوم سعيد وكان عند الدعم ديالكم لرشيده وتهلاو في راسكم مال البنات حنا دابا خارجين واحد الجو غزال زوين ما عرفتش كتسمعوني ولا لا المهم قالت لي مريم يلاه نخرجوا في هذه الوقيته هذه ما عرفتش اصلا فين داياني المهم انتم شوفوا شوفوا الدنيا كي دايره هنايا صراحه انا اول مره سمحوا لي على الصداع اول مره كنكتشف انا وطات الحاج ما كنت عارفها باللي كاينه نهائيا حتى سكنت فيها صاحبتي عاد اكتشف بان راه كاينه واحد المدينه سميتها اوطات الحاج المهم انتم معايا البنات اللي ما عارفينش نزيدكم هذه المعلومه هذه وصافي المهم انتم شوفوا كيفاش دايره وراه كانت الشاكه طيح شوفوا الاجواء هنايا كيفاش دايره مدينه صغيره وصافي وهي صاحبتي هاي مريم دوري شوفوك بلي درتيها بصح عرفتوا يا البنات 19 دا بيوتي اللي متبعين ضربه ضربه على الجوطيه راه كامله ملي كتقولوا ما عندكمش الجوطاطا ماشي زوج الجوطيه قلت لها شنو عندكم الجوطاطا في ولاد الحاج ولا ما كانش طاف الحاج قلت لها شنو عندكم الجوطاطا هنا يا اختي انا كيعجبني الجوطيه ملي طاحت ملي طاحت شتا عمر قال لك السد هذا انا كتعجبني الجوطيه قلت لها شنو عندكم شنو هي الجوطيه ديني الجوطيه المهم الى لقيت ما نصور لكم راني غادي نصور نفلوغي لكم واحد شويه باش تخرجكم من الاجواء ديال الادويه والصيدله وداك الشيء انا كخرجتي اليوم صراحه واخا غير يومين عندي ماشي حتى يومين نقدروا نقولوا نهار جيت السبت نهار السبت في الصباح وغادي نرجع غدا اليوم هو اليوم جيت قلت لازم جيت في الصباح وغدا غادي نرجع مع ديك جويه 12 ولا الوحده كنظن غنرجع بحالي باش نوصل بكري ايوا صافي هادشي اللي كاين خليوكم معانا سارينا شي شويه المهم صاد الموت الحراره ما صورتش لكم بزاف حيت الدنيا كانت عامره مستوكيه راكم عارفين كتجيني الحشومه نصور وغادي نوريكم دابا اشنو خديت اول حاجه اللي خديتها اللي عجبتني بزاف هو هذا التفصيل هذا ديال الطين خديت جوج شوفوا البنات شحال زويونين واعرين بشي 7 ولا 8 دراهم الواحد المهم غزالين واعرين شوفوا كيفاش دايرين ديال الطين تحطي فيهم تاكلي فيهم ولا تخليهم غير ديكور توقفهم في شي بلاصه المهم عجبوني بزاف وماشي كبار وماشي صغار بزاف المهم معين انتما كيف ما كتشوفوا صراحه عجبوني بزاف وخديت واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف اللي هي هذه ها هي فيها هاد كتحطي عليهم الكيسان كيجيو فيها 6 كتحطي عليها الكيسان مع هاد اللعيبه ديالهم تيجيو زويونين يعني ملي كتسالي بهم كتحطيهم في بلاصتهم هكا ما كيتلفولك ما والو وخديت واحد الحاجه اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف وعجبتني وما كنتش كنلقاها عندنا وشحال هادي باغا ناخذها اللي هي هو
خواطه، قولي انت الخواطه تبعك حتى في السفر ديالي. المهم البنات فويويطه زويونه صغيوره كيوت، واقيلا هادي بخمسة درهم ولا ستة درهم ولا ما بقيت عاقله، فيها الموف الغوز فيها الاحمر، مهم واعره واعره. علاش خديتها البنات؟ خديتها حيتاش فيها جيب، وانا غالبا ملي كنكون كنغسل الماين ولا كنكون كنطيب ولا المهم كنكون كنخمل الكوزينه كنبغي ندير الكيت فودني وما كنلقاش فين نحط التليفون وصافي كندير بناقص. فخديت هذه ملي لقيتها ما كتباعش، انا صراحه عمري ما شفتهم بحال هكا فيهم جيب وصغيره يعني كيوت زوينه. ما عمري لقيتهم عندنا، فاش لقيتهم هنايا خديتها صراحه عجبتني بزاف بزاف. هانتوما شوفوا الطريزه اللي فيها، خديتها في الموف عجبني هذا اللون هذا، هانتوما شفتوا واعره. هنايا راجعه بحالاتي، ما سخيتش الصراحه ولا ما كرهت نجلس واحد الربع ايام بعدا ولا خمس ايام ولا سيمانه. ولكن دوماج درتها الخدمه على داكشي ما صورتش لكم بزاف، يعني صافي انفو وصلت صورت معكم داك الغداء اللي درنا وصورت معكم الخريجه في العشيه صافي، ولا غدي شدي الطريق يعني ما بقيتش بزاف درتها الخدمه، ولكن ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله عاوتاني. هنايا كنصور لكم لقطات باش تشوفوا معايا المدينه ديال وطات 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 الحج. غادي يبانوا لكم الدور يلاه باقي كيتبناو بزاف د الحوايج يلاه داروهم جداد في هذه المدينه. هذه المدينه كيمشيو لها العسكر بزاف، يعني فيها بزاف ديال العسكر، راه قريب الناس ديال مدينه وطات الحج راه ما ساكنينش فيها، فيها غير العسكر. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين، نتمنى ان هاد الفلوغات اللي شاركت معكم هاد اليومين هادو يكونوا عجبوكم، وما تنساوش لي لايك البنات، واللي كتشوفي لاول مره ما تنساش انها تابونا بطبيعه الحال حتى تضربي دويره في القناه تعجبك المحتوى ديالي، وانا متاكده انه غادي يعجبك. فكنقول لكم كاملين مرحبا بكم بنات ودراري، وعارف بزاف ديال الدراري اللي كيتبعوني كنقول لكم شكرا، الناس كبار كيتبعوني نتوما اللي خدمتكم عليا، وشكرا بزاف بزاف بزاف، وتهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد. السلام عليكم.